السلام عليكم طلابنا. This is lecture 18، محاضرة 18 مالتنا، اللي هي ثاني محاضرة بالسلسلة Removable Orthodontic Appliances. هاي second lecture Removable Orthodontic Appliances Part 2، هي عبارة عن continuation for the first lecture. And we start with a component. And the component of removable appliances. شن عن الactive component هذيك المحاضرة؟ كان بيها spring, screw, والelastics. هاي المحاضرة راح نحكي عن موضوعين. راح نحكي عن retentive component نخلصه كاملة، اللي هم الclasp وأنواع الclaspات. طبعا راح نحكي احنا عن هذول الclaspات: Adams, C clasp, ball end clasp أو ball clasp, lingual clasp. هذين راح نحكي عليهم الكلاسبات، وراح نحكي شوية عن الأنكورج، وتكملته راح تكون المحاضرة القادمة. والبيسك بليت أكيد تعرفون، راح نحكي عن الأكريليك، هذا الموضوع بروسيدونتكس ماشي. فالأكريليك هو المحاضرة راح يكون بتعرفوها بالبروستيك، فما راح نتطرق لهذا الموضوع مال البيس بليت. الأهم كومبوننت هسه حاليا عندنا اللي يساعدنا على الريتنشن هو retentive components. حرف الواي بس اكتب لي اسمك حتى لو برايفت. والطالبة نهار ضياء، اسم الثلاثي عمانك او غير اسمك. اوكي، الفيرست بارت من retentive components عندنا الادمز كلاس. ادمز كلاس هذا راح تشتغلون ان شاء الله، يعني هذا السمستر ان شاء الله من نستأنف الدوام راح نشتغل ادم كلاسب. هو احد الاربع ابلاينسز اللي راح نشتغلها بالفصل الثاني. ادم كلاسب هو اكو 0.7 سالس ستيل ماشي، الجيج مال واير اذا استخدمناه على المولرز. اما اذا استخدمناه على البري مولر او الكيناين او الديسيديوس مولر راح يكون 0.6. اذا احنا من بدنا نحكي احنا 0.7 مولرز، بدنا نحكي عن الكومبوننت اللي راح يكون على البيرمننت مولر، على الابر 6 او اللور 6. اوكي، اما لما نقول 0.6 بدنا نحكي عن البري مولرز اللي هم ال4 وال5، K9 اللي هو ال3، وبدنا نحكي عن الدي والاي هم. تمام، ركزوا على ذن التفاصيل. يعني من نقول احنا 0.6 بالادم كلاس ده يشمل هواية اسنان، تمام؟ مين اللي هو يستخدم على المولرز؟ فاذا كان خليتها اول وحدة ان ال 0.7 هو مين اللي على المولرز راح يكون، ومين اللي احنا نستخدم فقط المولر. اوكي، بحالات يعني مو هواية نستخدم على البري مولر، بحالات قليلة نستخدم الكيناين، بحالات أقل راح نستخدم الديسيدي واسمولر. إذن ذني بالترتيب. أوكي، أكثر شيء البيرمننت مولرز السكس والسفن، وبعدين يجي البري مولر، بعدين الكيناين، بعدين الديسيدي واسمولر. هذا بالنسبة للآدمز كلاس. آدمز كلاس مثل قلنا احنا راح نستخدمه. وبعد أكو عندنا الساوث إند كلاس. إذا تلاحظون هنا إذا تلاحظون هذا الكلاس، هذا اسمه ساوث اند كلاس، همينه 0.7. شوفوا الشبه ما بين الجيجات مال الوايرات. بالعاده الريتنتيف كومبوننت يكون هي مو قاعده ثابته، بس قصدي بالعاده الريتنتيف كومبوننت يكون 0.7 وفوق، لان الريتنتيف كومبوننت نحتاج يكون ريجيد. ما طول انه ريجيد على مود يتحمل ضغط أكثر من الأبلاينس، لأن هو مو أكتف وأني أحتاجه يكون كلش فلكسبل. فذاك إذا أستخدم واير جيج صغير لأن الفورس مالته قليل، لا، هو جيج مال واير نحتاجه كلش عادي على مود يعادل الكومبوننت اللي دي يصير بيها بوشينج. أوكي، وهذا راح نحكي اليوم بالأنكورج. أوكي، الفانكشن مال ساوث إند كلاس هو خاصة useful when بدنا نستخدم distal movement للكينينز. تذكرون بالباكل كانال ريتراكتر، الباكل كانال ريتراكتر قلنا عليه لما يكون الكينين out of occlusion وميزيالي angulated. فالباكل كانال ريتراكتر راح يرجع هذا
الكينين ديستالي. فلذلك هنحتاج فيت كومبوننت انتيرير لهذا الكومبوننت على مود يسوي مثل معادله، يعني يحافظ على المعادله. يعني القصد بالموضوع انه الساوث اند كلاس راح نخليه انتيريرلي، لان ورا راح يكون الباكل كانال ريتراكتر، على مود احنا من الباكل كانال ريتراكتر يرجع الكينين انتيريرلي اكو قوه معادله راح تدفع الانتيرير تيث، العفو الكينين يرجع ديستالي، اكو قوه معاكسه راح تدفع الانتيرير تيث انتيرير، فلازم اكو كومبوننت انتيريرلي اللي هو راح نستخدمه الساوث اند كلاس. الرابط الحضور يعني هو انا هم راح اخذ على الحضور على البارتيسيبنت الموجودين، الطالب ايباد، طالب مريم سعد، بس تزوري اسماءكم الثلاثيه على مود اخليها بال، والواي ما اعرف منو هذا، فيا ريت يعني جاوبني حرف الواي على مود لا احذف من الاسماء. اوكي، ثالث واحد هو الليبيال بو. ليبيال بو هم من نرجع ونقول 0.7 مليمتر. ليبيال بو اذا تلاحظون بالمناسبه الليبيال بو ممكن اذا تقرون او يمر عليكم اكو بي شورت واكو بي لونج. انا يعني المهم عندكم عندكم تعرفون انه الليبيال بو هو يعتبر هم ريتنتيف كومبوننت. قبل انا كنت المحاضره الفاتت حكينا از ان اكتيف كومبوننت، لما نستخدمه خاصة هذني إذا تلاحظون هذني اللوبات، هذا اللوب وهنا لوب، هذني إذا نسويهن سكويزينج يعني نضغطهن شوية ايش راح يسوون؟ راح يسوون للانتيرير تيث ريتروكلينيشن. اوكي، فإذا احنا حاليا اللي نحتاجه من هذا الليبيال بو لما يكون باسيف هو أهم شيء الريتنشن، وخاصة مهم ايش وقت لما اكو عندنا ميزيال وديستال موفمنت ماشي راح نستخدمها. ميزيال وديستال موفمنت لاي سن بدنا نحكي عنه. اوكي، فهذا يفيد لما يكون عندي ميزيال وديستال موفمنت يثبت لي الابلاينس، يثبت لي الابلاينس بالبيشنت ماوث. كل هذا الحكي اللي بدنا نحكي احنا كله حيكون على مود نحافظ على الابلاينس انسايد البيشنت ماوث، لا تطفر كل ما يخليها بحلقه تطفر وتوقع من حلقه، احنا نريد تثبت على الاسنان. اوكي، فهذني الريتنتيف كومبوننت، هذني الثلاثه وبعد اثنين راح نحكي عليهم، هذني يحافظن على الابلاينس انسايد ذا بيشنت ماوث. الطالب ايباد والطالب واي، بس دزولي اسماءكم، اذا ما دزيتوا اسماءكم انا راح احذف الاسم، راح اطلعك خارج الميتنج. اوكي طلابنا، عندي هسه البول اند كلاس مثل ما تشوفون هنا بالصورة ball ended. هاي دائما لما تشوفون كلمة ended ماشي هي نهاية الابلاينس، ماشي ball ended اكو في الطوبة صايرة بنهاية الكلاس. هذا تلاحظون انه يدخل بالامبريجر او الاندركات انتر بروكسيمالي، هذا الريتنشن مالته مينيمال، فنستخدمه في حالات بسيطة يعني انه ما نحتاج انه نسوي retention. اوكي، فذاك هذا البول اندد كلاس يستخدم بالاندركات انتر بروكسيمالي وذ مينيمال ريتنشن و 0.7 مليمتر. اوكي انا قلت لكم ايباد راح يطلع برا الميتنج، نفس الشيء حرف الواي. اوكي، دلتا كلاسب، دلتا كلاسب اذا تلاحظونه صاير مثل الادم كلاسب، بس الشكل مالته عباره عن يعني لوبت ادم كلاسب. اوكي، هم 0.7 ملم مثل البقيه، وبي ديفيكولتي بالادجستمنت مالته لانه الكيرف هذا يسوي لنا دائما ديفيكولتي ما يقعد كلش اوكي ويا المولر، نستخدمه بحالات خاصه فقط. إذا ترجعون ونشوف بالرقم واحد اللي هو الادمز كلاس حتشوفونه يشبهه، بس اكو فد كيرف هنا اضافي، واضح يعني لحد الان؟ ومثل ما قلنا هذني الابلاينسز الموجودات اللي بدنا نستخدمهن احنا
الابلاينس هي ريتنتيف كومبوننت على مود تحافظ على الابلاينس او الذني الكومبوننتس عم تحافظ على الابلاينس انسايد البيشنت ماوث. اكو غيرهن مثلا السي كلاس، سيركونفرنشال كلاس، بالي كلاس، هذني انواع هوايه اكو انواع، بس انا اريد هذني الخمسه اللي هي اكثر شهره موجودات. اوكي هسه ننتقل للموضوع الثاني. احنا خلصنا هسه النقطه الثانيه، حكينا بالمحاضره اللي فاتت اللي هي حكينا عن الاكتيف كومبوننت والريتنتيف كومبوننت، هسه حكينا عليهم عددناهم الخمسه. هسه راح نحكي عن موضوع الانكورج. موضوع الانكورج موضوع يحتاج فهم، ماشي؟ فاذا اي شغله ما مفتهميها كتبوا لي اياها بالشات، اوكي، وانا راح احاول اشرحها بشكل مبسط. خلينا نبدا باول شيء. بالنسبه للانكورج الديفينيشن مالته يعرف as resistance to unwanted tooth movement. اوكي هذا البارت الاول من التعريف. شنو يعني؟ يعني اني اريد مثلا ادفع سن، انا طبعا هذا هم فتحنا هذا الموضوع بالمختبر لما كنتوا بالمختبر العملي كنا بالعيادات، اوكي، وحكينا شويه بشكل مبسط عليه. هسه راح شويه نتوسع بيه. اوكي اسيا مصطفى بدل اسمك لعربي. الريزيستنس تو انوانتد توث موفمنت، اوكي، يعني انه اني اذا دفعت سن، خلينا نقول مثلا الكيناين، اذا دفعت الكيناين انتيريرلي، اوكي، هذا الكينين بمجرد ما ادفعه اني انتيريرلي اكو فورس، ماشي، او قوه تدفعني بالعكس، عكس الاتجاه ونفس القوه. هذا يكون شنو؟ حسب قانون نيوتن الثالث. اوكي قانون نيوتن الثالث شو يقول؟ يقول to every action there is an equal and opposite reaction. هسه مثلا اذا انت تدفع الحائط بيدك راح تلقى اكو قوه مساوية للقوة اللي انت دفعتها راح تدفعك بالعكس. اذا كانت القوة مالتك اقوى من مثلا انت تدفع، خلينا نفترض كرسي اذا تدفعه بايدك ممكن تحركه. هذا شنو يعني؟ معناته انه القوة اللي انت تسلطها على الكرسي هذا تدفعه، وهاي القوة اقوى من الكرسي من ما انه يدفعك. اوكي فلذلك هو تحرك الكرسي. بس مثلا الحائط، اذا تدفع الحائط، اوكي، من راح تدفع الحائط؟ الحائط ما تحرك اي شيء، انت تحركت. اوكي انت ممكن يدفعك هو بالمقابل. اوكي فهذا دليل على ان القوه المعاكسه لهذا الموضوع اقوى من القوه اللي انت ضغطت من عندها. اوكي هسه نجي على الانكورج. الانكورج احنا نريد هذني القوتين متساويات، ماشي؟ كل اكشن لازم اني عندي فد اوبوزيت رياكشن له، فاني هذا الاوبوزيت رياكشن لازم يكون قوي. ليش؟ احنا مو قلنا اكو فد اكتيف كومبوننت موجوده بالريموفابل ابلاينس. طبعا بالمناسبه هذا الانكورج من دا اشرح، هذا دا اشرح بشكل عام، هذا همينه، ماشي، بالمقابل هو ينطبق على الفيكست ابلاينس همينه. اوكي فبالنسبه للانكورج انا اذا مثلا نفترض انه عندي زد سبرينج اللي اشتغلناه بالمختبر، الزد سبرينج ايش راح يدفع؟ راح يدفع مثلا انسايزرز، راح يدفع ليبيالي. اوكي ايش راح يصير بالمقابل؟ هذا السن اللي دا يندفع ليبيالي راح يسوي فورس بالمقابل على الابلاينس هاي. الابلاينس راح توقع طبعا اذا ما بيها فد ريتنتيف كومبوننت. الريتنتيف كومبوننت راح يحافظ على الابلاينس انسايد البيشنت ماوث، هاي متفقين عليها. هاي الفورس العكسيه هي هاي اللي راح تتوزع على شكل انكورج. اوكي الانكورج من اسمها مثل السفينه، السفينه بيها فد مرسات، صح لو لا؟ هذا المرسات اللي موجوده او الهوك الموجود بالسفينه على مود يوقفون السفينه بالشاطئ، شو يسوون؟ ينزلون هذا الهوك باتجاه الارضيه مال الشاطئ هذا،
فتثبت بالقاع على مود ليش؟ على مود السفينة لا تتحرك أو المرسات إحنا نسميها هاي. أوكي؟ هاي إحنا نريد نثبتها، يعني إحنا نريد فتشي يثبت هاي الأبلاينس بمكانه. أوكي؟ فالأنكورج هي ال ضد الانوانتد توث موفمنت. ليش؟ هسه نفترض سنين، سن أنا دفعته anteriorly بالمقابل السن اللي مقابله راح يندفع posteriorly، لأن أنا خليت مثلا spring بيناتهم. هسه بالصور راح توضح أكثر ومن نفصلها هم راح توضح أكثر. السن اللي اندفع ماشي إلى اسم، والسن ماشي اللي صار مقابله القوة المقابلة هذا هم إلى اسم آخر. أوكي؟ اللي هو هسه راح نحكي عليه. كل orthodontic appliance بيها إذا نجي نقسمها حسب الأنكورج إلى partين، anchor unit و moving unit. يعني الأبلاينس اللي بيها Z spring وبيها base plate وبيها Adam clasp، أوكي، هذني مو ثلاث components. راح تقول لي شنو هو الأنكورج component؟ راح أقول لك الأنكورج component هو أي شيء غير Z spring. اوكي، اي شيء موجود يمنع لنا انه الابلاينس توقع بحلق البيشنت. اوكي، فالبيس بليت اكو جزء من الانكورج راح يوفرها البيس بليت، واكو جزء من الانكورج راح يوفرها الادم كلاس. هسه لحد الان الامور واضحه؟ لو اكو احد عنده سؤال، طلاب اكو احد عنده سؤال؟ أدري الساعة بثمانية ونص، بس يعني هاي this is your job، يعني مثل ما هي وظيفتي. تمام، أوكي أوكي. كل appliance موجودة كل appliance موجودة، يعني orthodontic appliance بيها أسنان ثابتة ما حتتحرك، وبيها أسنان راح تتحرك. الأسنان اللي تتحرك هي نسميها الموفينج يونت. اوكي، والاسنان اللي راح نعتمد عليها على مود الحرك هذن الاسنان نسميهم انكور يونت، ماشي، الثابتات هذن. اوكي، يعني هسه نفترض اني دارد افتح الباب. اوكي، منين اريد افتح الباب؟ الفورس ده تجي من وين؟ الفورس ده تجي من ايدي، انا ايدي اللي ده تفتح الباب. بس نفترض انه اني ما واقف على القاع، اني واقف على مي. اوكي، ما راح اتزحلق من افتح الباب؟ راح اتزحلق طبعا. اوكي، لان اكو فورس مقابلي تدفع الباب. الفورس اني فورس من عندي تدفع الباب، والباب نفسه ده يدفعني بالمقابل، فراح اتزحلق. اوكي، اما اذا كانت الارض ناشفه واني دا افتح الباب، اوكي، الرجلية تعتبر أنكورج، هي اللي مثبتة كل شيء، مثبتة جسمي كاملة ما تخليه يرجع لي ورا. وإيدي اللي تفتح الباب هي اللي تسلط الفورس، فلذلك الباب ما راح يقدر يحركني لي ورا أو يخليني أوقع. أوكي؟ هسه واضحة الأمور هنا؟ يعني أكو فد مكان أعتمد عليه على مود أدفع الأسنان لي قدام لي ورا أو أي حركة دا أسويها. أوكي؟ الانكورج هذا المخطط، هذا مهم المخطط، ماشي، اريدكم تركزوا لي عليه، موجود بالبي دي اف بالمحاضره. هذا المخطط يصنف لي الانكورج حسب فد سيستم. كل مثلا الانترا اورال يقسمها انترا اورال واكسترا اورال. الانترا اورال تنقسم الى قسمين، intramaxillary anchorage و intermaxillary anchorage. والintramaxillary ممكن تكون simple stationary و reciprocal، ممكن تكون single compound و reinforced. أما الextraoral anchorage، يعني أنا شنو الفكرة؟ أنا أريد أحصل anchorage من أي مكان. الانكورج تكون داخل البيشنت ماوث حنسميها intraoral، تكون خارج البيشنت ماوث يعني على الوجه أو على الرأس أو على الركبة ماشي، هاي اكسترا اورال راح تكون.
طبعا سيرفايكال اوكسيبيتال جاي من الاوكسيبيتال، كرانيال جاي من الكرانيوم، وفيشال جاي من الفيس. اوكي، وحسب السبيس افيلابيلتي تتقسم هاي الانكورج. بالمناسبه الاكسترا اورال والسبيس افيلابيلتي هاي بالمحاضره القادمه، اليوم راح نركز على الانترا اورال انكورج، راح نشرح هذين التفاصيل مالتها. هسه بالنسبه للانكورج، الانكورج ممكن تنقسم الى سمبل وستيشنري وريسيبروكال انكورج. هذا التقسيم حسب المانر اوف فورس ابلكيشن. ركزوا لي هنا، نفترض السؤال يجيكم بالفاينل راح يقول لك classification of anchorage، وراح اكتب لك جواها according to the manner of force application. تكتب لي هذني، ما تكتب لي شغله ثانيه اللي هي مثل انه انترا اورال هي انترا ماكسيلري دكتور، واكس وانتر ماكسيلري هيش تتقسم، وتتقسم اكسترا اورال، سيرفايكال اوكسيبيتال كرانيال تتقسم الى سبيس افيلابيلتي مينيمال وموديريت ماكس ماكسيمم وابسوليوت انكورج. لا، انا من اسالك راح اسالك سؤال محدد وواضح. اوكي، راح اسالك classification of anchorage according to the manner of force application. اوكي، تعدد لي هذني. اوكي، هذا السؤال كلش متوقع بالفاينل، ركزوا لي عليه. تمام، هسه راح نبدا باول كومبوننت من عندهم اللي هو simple anchorage. هسه ركزوا لي، بدنا نحكي عن المانر اوف فورس ابلكيشن. اذا كانت الفورس سمبل راح نسميه سمبل انكورج. سمبل انكورج when the manner and application of force is such that it tends to change the axial inclination of tooth or teeth that form the anchorage unit in the plane of the space in which the force is applied. يعني هسه خلي نشرح بشكل مبسط. بتلاحظون هذا التوث هسه، هاي ريموفابل ابلاينس، هاي الريموفابل ابلاينس بيها هذا الادم كلاس وبيها هذا سكرو. سكرو ايش راح يسوي؟ راح يدفع هذا السن ماشي ليبيالي باتجاه البكال سايد او بكالي باتجاه البكال سايد. هذا من راح يندفع ليبيالي، كل الاسنان البقيه الموجوده راح تندفع عكس الاتجاه. اوكي، كلها عكس الاتجاه، يعني هذا السن راح يتجه بهذا الاتجاه. خلي لكم اسهم على مود تشوفوا، هذا السن مثلا بدنا نحكي عليه راح يتجه بهذا الاتجاه، هذا راح يتجه بهذا الاتجاه، هذا راح يتجه بهذا الاتجاه، ونفس الشيء هذين المجموعه هم راح يتجهن بهذا الاتجاه. واضح عيني البوينتر يمكم؟ واضحة الأسهم؟ تمام. إذن أنا بمجرد ما دفعت السن هذا الصغيروني هذا بوحده دفعته ليبيالي أو بكالي، كل الأبلاينس اندفعت بعكس الاتجاه وبنفس الفورس. فراح يجي واحد يسألني دكتور زين هذين الأسنان ما حيتحركه؟ قلت له وهو المطلوب، احنا ما نريد نحركهن، احنا نريد نحرك بس هذا السن. بس شنو؟ اعتمدنا على الكل ماشي، صاروا مثل التيم بحيث احنا هذا السن الوحيد اوكي اللي راح يتحرك وهو المطلوب. هذا السن الوحيد اللي راح يتحرك بهذا الاتجاه. تمام، هاي عيني واضحه؟ هاي العمليه يسموها سمبل انكورج، هاي اسهل شيء بالانكورج. السن هذا راح يروح ليبيالي او بكالي، والاسنان البقيه راح تبقى ثابته مكانها. ليش؟ لان عددها اكبر من عدد من هذا السن. هذني تقريبا اذا نريد نحسبهم فهم 4 ب 7 اضافه لاثنين، يعني فد 13 سن مقابل واحد. فهذا اكيدا راح يندفع. تخيلوا مثل عمليه جر الحبل، اذا واحد واقف بجهه و14 واحد واقفين قباله ماشي، ايش راح يصير لهذا الواحد؟ راح يصير انه هو الوحيد اللي راح ينسحب من عندهم كل. اوكي، فاذا احنا هذا نفس العمليه، اذا تلاحظون هنا هذا راح يتجه بهذا الاتجاه.
هسه واضحه عيني هاي النقطه على مود ننتقل للوراء. إذن السمبل انكورج اني احصلها by engaging a greater number of teeth than are to be moved. يعني أنا حركت واحد سن واحد راح أعتمد على ثلاث أسنان، أربع أسنان، عشر أسنان، 12 سن. أوكي؟ إذن أنا كل ما أزيد عدد الأسنان كل ما تكون ما عليها ما يتتأثر هاي الأسنان، والسن الوحيد اللي راح يندفع هو اللي راح يتحرك، وهذا المطلوب. أوكي؟ هسه بس عندي دقيقة بين ما أسجل حضوركم.
طلابنا واضح يمكم الشيرينج مالتي؟ سجلت انا الحاضرين كلهم ترى. تمام هسه عندنا بس سؤالين يمكن على التندنس، ما اعرف هو ثقيل بس انا راح انا اخذت التندنس مالتكم هنا على الزوم. سمبل انكرج عفوا دكتور بسن اللي يريد يندفع والاسنان البقيه صارت قوه معاكسه على ابلاينس. اي نعم زميلكم دا يسال هسه أسأل لحد الآن الأمور أوكي على مود نتابع. ستيشنري أنكورج، ستيشنري أنكورج الأمور هنا تختلف. الستيشنري أنكورج when the application of force tends to displace the anchorage unit bodily in the plane of the space in which force is being applied. هسه إذا تلاحظوني هنا هسه هذا هنا annotation okay. إذا تلاحظون هنا إحنا هسه شنو الهدف بالموضوع؟ هذين الأسنان الأبيض هو الأسنان الموقع الأسنان الأصلي أوكي هذا الوردي فاتح موقع الأسنان اللي تحركت إليه الأسنان أوكي يعني هذا إذا تلاحظوا لي هنا على المولر هذا هنا المولر اندفع anteriorly تمام خلي نبسط الأمور احنا نريد نرجع هاي الاسنان الانتيرير تيث نريد نرجعها لورا اوكي احنا نريد نوجه باتجاه هذا السهم نريد نرجح بس شنو صار ويانا لما ردنا نرجعها لورا الانكورج تيث اللي هم هذني اللي اعتمدنا عليهم انه هم راح يثبتوا لي الابلاينس اوكي ويخلوا لي الانتيرير تيث ترجع ديستالي صار لهم اتحركوا ميزيالي بس ما تحركوا انه صاروا خلي اسوي لكم هذا اوكي ما تحركوا ماشي بالاتجاه اللي ما تحركوا مثلا بهيج بهذا الاتجاه خلي الاسنان هذني البوستيرير تيث ما تحركوا بهذا الاتجاه تحركوا بهذا الاتجاه ماشي يعني الاسنان تحركن كلهن بلك كبلك كامل اوكي يعني الكراون والروت كله تحرك لي قدام هسه راح تسالني زين اوكي احنا شنو لنا علاقه بهذا الموضوع انا راح اقول لك ليش احنا اعتمدنا نريد الانتيريور تيث يرجع عند ديستالي بس ما نريد البوستيرير تيث يروحن انتيريورلي ليش؟ لان مثلا يجي لك بيشنت وعده بروكلينيشن بالانتيريور تيث ويقول لك دكتور انا هذني اسناني متقدمه لي قدام انا شنو الحل اللي اريد اسويه على مود يرجعون لي ورا؟ فانت تسوي خطه علاجيه مالتك وتقول اي انا هسه شو اسوي؟ اخلي لاستيكه من ورا لي قدام على مود شكو اسنان القدام تسحب لي اياهن لي ورا اوكي انت سويت خطا هنا سويت خطا انه صح انت دا تسحب الانتيرير تيث ديستالي بس بنفس الوقت دا تسحب البوستيرير تيث انتيريرلي فلذلك الفراغ اللي كان موجود بيناتهم راح نصه بالبوستيرير تيث تقدمت لي قدام هذا شيء اثر على الشغل انه البيشنت متقدم خلينا نفترض اسنانه 4 مليم لي قدام وانت عندك فراغ على قد 4 مليم وبديت تسحب الاسنان الانتيريور ديستالي نفس الوقت انت مش تحاسب حسابك بموضوع الانكورج وما تعرف موضوع الستيشنري انكورج شنو يعني
ايش راح يصير؟ الانتيريور تيث مالاتك راح يرجع عن ديستالي بس مو الاربعة مليم كلها. ليش؟ لان انت حتخسر جزء من هذني الاربعة مليم لان البوستيريور تيث اندفعا لي قدام اكلا شوية من الفراغ اللي صار. اوكي؟ فلذلك الهدف انه احنا الانكورش تيث ما نريدها تتحرك، احنا نريد الانكورش تيث نثبتها. فلذلك من قلنا بالبداية التعريف مالتنا هو ريزيستنس للانوانتد توث موفمنت. يعني احنا المولارات او البوستيرير تيث بهذا المثال بوستيرير تيث ما نريد نحركها انتيريرلي لانه ما راح تخدم المصلحة مالتنا، احنا نريدها تبقى ثابتة بمكانها، معناتها نريد يكون اكو ريزيستنس للانوانتد توث موفمنت. ريزيستنس ليا موفمنت شنو يعني unwanted؟ unwanted معناته ما اريد ان يطلع لي قدام البوستيرير تيث، انا اريد الانتيرير تيث ترجع لي ورا. اوكي، بس البوستيرير تيث اريدهم ثابتات مشلبات بالقاع شلون الدنك، ماشي ثابتات بالقاع، والانتيرير تيث بس يرجع لي ورا، وعلى مود احقق الاربع مليمات اللي هسه حكيتها بهذا المثال. انا اريد ترجع الاربع مليمات وترجع الاربع مليمات كلها. اوكي، هذا هو الستيشنري انكورج. شنو فرق السمبل انكورج عن الستيشنري انكورج؟ السمبل انكورج الاسنان الانكورج تيث اللي دا اعتمد عليها حيصير بيها مو بوديلي موفمنت، راح يصير بيها تيبينج موفمنت. فاذا انا دا امنع التيبينج موفمنت لما اسوي سمبل انكورج. اما لما يصير عندي ستيشنري انكورج او اسوي ستيشنري انكورج دا امنع البوديلي موفمنت. هذا ركزوا لي عليه. تمام، نمسح هذني وننتقل على السلايد اللي وراء. لحد الان الامور واضحه، راح ننتقل لثالث شغله اللي هو ريسيبروكال انكورج. Reciprocal Anchorage هذا أسهل واحد إنه ينفهم. Reciprocal Anchorage يعني إنه أنا تذكرون بنحكيت بالSimple Anchorage أريد سن وراح يكون مقابلة 2 3 4، المهم يكون عدد أكثر من هذا السن. ليش؟ على مود هن يبقى ثابتات بمكانهن وبس هذا السن اللي يتحرك. Reciprocal Anchorage لا، Reciprocal Anchorage أريد 2 نفس المواصفات نفس السن موجود باليمنى وباليسرى، اريدهم اثنيناتهم يتحركون بنفس الوقت. مثال الدايستما تشوفوها هاي هنا عندي 2 تيث بيناتهم دايستما، هذا اللون السوليد ماشي الثابت الساده، هذا معناتها الوضعيه الاولى مال الروت، والمخطط هذا الوضعية الثانية اللي تحرك لها السن. أنا إجالي patient عنده فرقة بين أسنان الأمامية، أوكي، اللي هي نسميها إحنا midline diastema بالأورثودونتكس. هاي midline diastema على مود أسدها، على مود أحرك هذن الأسنان بهذن الاتجاهات اللي بالأسهم تلاحظوها، هذا يسمونه reciprocal anchorage. أوكي، when two teeth or two sets of teeth move to an equal extent in the opposite direction. يعني هذا السن راح احركه هنا وبنفس القيمه وبنفس القوه ولكن بالاتجاه المعاكس راح احرك المقابله. اوكي، على مود نفهمها اللي هي يسموها خاصه بكيسات الميد لاين دايستما وبكيسات الاكسبانشن مثل هذا، راح ندفع من هنا 3 اسنان وراح ندفع بالمقابل 3 اسنان. يعني هذا راح يندفع بهذا الاتجاه وهذن المجموعه الاخرى راح تدفع بهذن الاتجاه. اوكي، هذا هم يسمونه ريسيبروكال انكورج. الحاله الثالثه اللي ممكن تكون اللي هي لما يكون عندي كروس بايت، هاي الكروس بايت اريد اعدلها، يعني هذا التوث اريد اخليه بهذا الاتجاه مثل الاسهم، ادنيه من هنا وانزله من هنا، وهذا التوث بالعكس اصعده فوق وادنيه بهذا الاتجاه. يعني مثلا اذا تلاحظون مثلا اذا كان مثلا مولر
احنا مو قلنا الابر مولر يكون بكلي لللور مولر، ماشي؟ اذا كان لا، الابر مولر ده يسوي اوكلوجن لينجوالي لللور مولر، ماشي؟ بهاي الحاله على مود ارجع نورمالي، ارجع السن، اخلي هاي الالاستكس، هاي اسمها مو ضروري تعرفونها هسه، بس يعني راح اقول لكم اياه، اللي هو كريس كروس الاستيك، ماشي؟ يعني هاي الالاستيك، ماشي، اللي تعبر من اتجاه كروس اوفر تو ذا انذر سايد، او يسموها نوبات كروس اوفر الاستيكس، ماشي؟ هاي الالاستيك، هاي الالاستيك الموجوده بيناتهم ايش راح تسوي؟ راح تسوي هاي الفورس الموجوده هنا، راح تدفع هذا السن بهذا الاتجاه، وراح تدفع هذا السن بهذا الاتجاه، اوكي؟ بس شنو؟ راح تدفعهم بايكوال اماونت. فليش انا قلنا هنا ايكوال واوبوزيت اماونت؟ اوكي؟ هنا اكو عامل مهم لازم تخلوه ببالكم، الروت سيرفيس. يعني انت لما تخلي بين انسايزر وانسايزر هاي العمليه، الروت سيرفيس متساوي، لكن ماشي، اذا كان الروت سيرفيس ما متساوي، مثلا انت سويت بين سنترال انسايزرز وبين لاترال انسايزرز، قلت انا بدي اسوي هاي العمليه، هاي العمليه ما حتصير وياك، والسبيس ما حينسد بشكل صحيح. ليش؟ لانه الروت مال سنترال انسايزرز اكبر، ماشي، من الروت مال لاترال انسايزرز مثل ما نعرف، اوكي؟ فهذا ما يصير الريسيبروكال انكورج الا لما تكون الروتات متساويه، الاسنان نفس الحجم، او المجموعه يعني تو سيتس اوف تيث، مو الا سنين بس، مثل ما قلنا بحاله الاكسبانشن. هسه راح نطلع من هذا الموضوع، راح ننتقل لموضوع اخر. اللي هو according للجو involved، ماشي؟ قلنا احنا هذا اخر موضوع بالمحاضرة هاي، قلنا انه الانكوريج ممكن احصلها، ماشي، انترا اورالي، وممكن احصلها اكسترا اورالي. ممكن اعتمد على الهيد، راح اعتمد على النيك، اعتمد على كرينيوم، اعتمد على الفيس، اعتمد على الاوكسيبيتال لوب، هذني ممكن اعتمد عليهم بالانكورج. بس انترا اورالي هو هذا اللي راح نحكي عليه. لما يكون الانكورج انترا اورالي فهو لازم مقسوم الى قسمين. اذا كان ضمن الارش الواحد، يعني مثل ما قلنا احنا ببدايه اكو موفينج تيث واكو انكور تيث، اذا كانت الاسنان الموفينج والانكور بنفس الارش، هاي تسمى انترا ماكسيلاري انكورج. واضحه هاي؟ هذا يجي عليها سؤال. اذا كانت بنفس الارش راح نسميها انترا ماكسيلاري، اذا كانت بالاوبوزيت ارش راح نسميها انتر ماكسيلاري. واضح التفريق ما بيناتهم؟ تلاحظون هنا هذا الفرق اللي دا يصير ما بيناتهم بهذني الحرف، هذني الحرفين، اوكي، هذني الحرفين وهذني الحرفين، هذا الفرق ما بيناتهم. اكو شيء اسمه انترا ماكسيلاري اذا كان ضمن الارش الواحد، واكو انتر ماكسيلاري اذا كان بتوين الماكسيلا والماندبل، يعني الاوبوزيت ارش، اوكي؟ انترا ماكسيلاري مثل ما قلنا الانكورج يونت والموفينج يونت هما صايرات بنفس الارش، يعني اذا كانت بالماكسيلا هي بنفس الماكسيلا، اذا كانت بالماندبل هو بنفس الماندبل. هنا كمثال عندنا اللي هو تي بي اي وتي ال اي. تي بي اي ترانسبليتال ارش، هذا الارش هذا اللي تشوفونه، هذا اكيد بالبروستاتيك مر عليكم في شيء مشابه له، يسمونه ترانسبليتال بار، ماشي، او ترانسلينجوال بار، اوكي. احنا عندنا بالاورثو ترانسلينجوال ارش والترانسبليتال اللي هو ترانسبليتال هذا الفوق والترانسلينجوال هذا الجو، اوكي. لما نستخدم الاستيك تشينز، ماشي، من الانتيرير تيث، الانتيرير سيجمنت للبوستيرير سيجمنت، هذا
احنا ده نستخدم نفس الارش، فلذلك نسميه انترا ماكسيلاري. اوكي، هذني هنا أنا بهالحاله الانكورج يونت والموفينج يونت هن بنفس الارش. بالنسبه للانتر ماكسيلاري لما نستخدم كلاس 2 او كلاس 3 الاستكس، هاي الصوره هي الكلاس 2 الاستكس، وهاي الصوره على الرايت سايد هي الكلاس 3 الاستكس. اوكي، بالمناسبه هذا يسمونه بيكرز انكورج، يعني هذا خل اغششكم سؤال، لما يكون اقول لكم سؤال بيكرز انكورج سوي لي شنو الديفينيشن مال بيكرز انكورج، راح تقول لي هي انتر ماكسيلاري انكورج، تيث ار تو بي موفد ان وان ارش اند ريزيستنس يونت او انكورج يونت ار ان ذا اوبوزيت ارش. اوكي، مثال عليها كلاس 2 كلاس 3 الى 6، هذا الجواب الكامل تحصل عليه درجه كامله. اما اذا بس تجاوب اللي هي teeth are to be moved arch and resistance to are in the opposite arch من دون ما تكتب اللي هي انتر ماكسيلاري، راح تاخذ او كلاس 2 او كلاس 3 راح تاخذ نص الدرجه. فركزوا على ذني المواضيع، انا احب الاسماء اللي تجي دائما على صفحه. اوكي، بالنسبه للانتر ماكسيلاري اذا تلاحظون هنا اكو طلاب من عندكم حاطين اورثو وحاطين من هاي اللاستيكات ماشي ومجربيها، هاي شنو معناتها؟ هاي معناتها الانكورج يونت مثلا بالنسبه، شوف ركزوا لي بهاي المعلومه، بالنسبه للابر كيناين هذا الانكورج يونت مالته شنو هي؟ اللور مولر، واضح هسه؟ وبالنسبه لللور مولر الانكورج مالتها يونت هي الابر كيناين، واضحه يابا؟ اكتبوا لي على الشات، واضحه طلابنا؟ بيكرز انكورج معناتها انتر ماكسيلاري انكورج، وهذا تعريفه قدامكم، والمثال عليها كلاس 2 كلاس 3 الاستكس. كلاس 2 اللي هو هاي الصوره اللي على اليسار، والكلاس 3 هي الصوره اللي على اليمين. بالضبط بالضبط زميلتكم تقول من نقول انتر ماكسيلاري يعني بين الماكسيلا والماندبل، هذا بدنا نحكي. اما انترا ماكسيلاري يعني ضمن الارش الواحد، يعني داخل الماكسيلا بوحدها او داخل الماندبل بوحدها. تمام؟